قلت اعمل لي بقى الطريقه وابني البنت تاخده من عندك الوقت. انت بتعرف يا سيدي انا قد ايه بحبك، بس كمان هي اوامر لك. والله والله واللي اسمه الله ما خليك تندم على الساعه اللي خلقت فيها وفتحت عيونك وشفت وش امامي. فهمتها ولا ترجم لك اياها؟ ولا الا تفهمها تحت عملي. وهذا الموضوع ما كان حيله. لك هذا الشيء كان حيله لحتى اهرب منهم، بس انت ما ساعدتني. انت الخاين، انت الكذاب، انت كنت عم تقاتل مع الزيبق عن جد، وهذا الموضوع ما كان حيله. انت اللي دبرت وخططت لكل شيء لحتى توقعني انا وجوفانيل، بس بوعدك لما وقف قدام القضاء رح صرح واعترف بكل شيء. انا اللي بوعدك انك رح تعترف على مكان الزيبق قبل ما توصل للقضاء. أنا ما راح أحكي شيء، بصير قدام القضاء كل هذا زول وحديث. يكون بعلمك إزاي بقى غير مطرحه بعد المبادلة وما تعذب حالك. أنفيرا دانييل. كان من خير ضباطنا. شو نعمل هلا سيدي؟ تدفنوه حسب الأصول، مات تحت التعذيب، ضابط خاين. حاضر سيدي.